مشاهدينا متابع نحن وياكم صبحيتنا، برحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا كمان عبر السوشيال ميديا اللي عم يتفاعلوا معنا، احلى دوت صباح على انستغرام، احلى صباح على فيسبوك، واكيد من خلال ويب سايت teleliban.com.lb. بننطلق باولى لقاءاتنا الحواريه مع انجاز جديد للبنان بيحملنا للعالم كله. لبناني عمره بس 26 سنه من بلده مارون الراس الجنوبيه، عم بحلق بسما العالميه، هو دكتور جواد يوسف فارس، بعد ما اختارته مجله فوربس العالميه لحتى يكون ضمن قائمتها فوربس 30 اندر 30، يعني 30 شخصيه عمرهم ما دون 30 سنه بمجال العلوم والرعايه الصحيه. يذكر انه دكتور جواد نال شهاده بكالوريوس بالعلوم بالجامعه الامريكيه ببيروت، وماستر بحثي بعلوم الاعصاب من مركز ابحاث علم الاعصاب بالجامعه اللبنانيه، ودكتوراه من الجامعه الامريكيه ببيروت. عنده اكثر من 30 منشوره علميه بمحكمه دوليه، وقد حاز على العديد من الجوائز والتقديرات بمجال الطب، واليوم بزيد عليهم هالانجاز كمان. دكتور جواد يوسف فارس، صباح الخير. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك دكتور، الف مبروك بالبدايه، كثير فخورين لما نسمع هيك خبر، وخاصه لما نلتقي امل لبنان الجديد اللي هو شباب مثل حضرتك هالقد عم يقدروا يحققوا. خبرنا بالبدايه كيف لحتى تلقيت هالخبر؟ أول شيء ميرسي لك، كانت مثل الفرحة عامرة أكيد. هن فريق فوربس تواصل معي بحزيران 2017، نعم، وطلبوا مني إنه مثل زودهم بمعلومات أكثر، كانوا هن أوريدي مثل شافوا أونلاين إحنا شو كنا عم نشتغل والأبحاث اللي كنا عم نشتغلها، فطلبوا مني إنه زودهم بمعلومات أكثر عني أنا شخصياً، عن دراستي وعن الأبحاث اللي كنا عم نعملها. ومن هيدي الابحاث تنوعت، كان في شيء بمجال علم الاعصاب، شيء بمجال المالتيبل سكليروسيس، وكان في ابحاث تتعلق بالقنابل العنقوديه، فهني حبوا اكثر نضوي على موضوع القنابل العنقوديه، لان كان مثل نحن بلبنان كان عندنا تجربه خاصه، صحيح، خاصه بحرب تموز 2006 اثر الاعتداء الاسرائيلي على لبنان. صح. كله اليوم الانجاز العالمي نتيجه ابتكار مقياس جديد بيقيس الاداء الوظيفي لجرح القنابل العنقوديه تحت اسم مقياس فارس لتصنيف الاصابات جراء القنابل العنقوديه، خبرنا شوي اكثر. نعم، سو نحن بلشنا هيدي الابحاث لان بعد حرب تموز 2006 كان عم بنشوف، كان مثل الاطباء عم بيشوفوا دائما حالات من جرح القنابل العنقوديه. نعم. جديده وغريبه، وكان هذا السبب، هذا الشيء بسبب انه القنبله العنقوديه تختلف عن غيرها من الاسلحه، لان القنبله العنقوديه هي نوع من الاسلحه يقصف او من الجو او من البر، وقبل ما ينزل على الارض بيتقسم الى متفجرات صغيره جدا تتوزع على نطاق واسع. فيلي كان يصير انه اللي بيميزها لهذه القنبله العنقوديه انه نسبه الفشل بالتفجير فيها عالي جدا، بيتراوح بين 10% لـ40%. نعم. مع انه الاسلحه عاده اللي يعتبروها مثل انه ما في سلاح امن، بس انه لا يعتبروه للسلاح انه يكون امن لازم يكون نسبه الفشل بالتفجير فيها اقل من 1%. نعم. فكانت الهيومن رايتس ووتش مثل قدرت انه اكثر من 4 مليون قنبله عنقوديه انزتت على لبنان باخر 3 ايام من حرب تموز، وفي مليون منهم ضل بدون تفجير. فلما كان النازحين عم بيعودوا لبيوتهم ولحقولهم وقراهم، كان لما عم بيصادفوا هدول القنابل العنقوديه بحياتهم اليوميه كان للاسف عم كان يصير الاصابات والحوادث. نعم. فهيدي الاصابات كانت عم تختلف تماما عن الاصابات من غير نوع، غير انواع اسلحه. ومن هون بلشت الرحلة بسنة 2012، بعد ما كنا عم نشوف سلسلة من الإصابات الجديدة، بلشت رحلة الأبحاث لنقدر مثل نصنف أو ننظم هدول الإصابات بقلب بروتوكول أو سكيل، كرمال نقدر بعدين نسهل تشخيص هيدي الحالات ونسرع أو نسرع ونعطي العلاج المناسب لنداوي الجروح والأوجاع. نعم، المقياس على اسم العائلة، وهذا فخر، وهذا موضوع هالقد يعني شخصي وفي بعض إنساني كمان. نعم. لما الواحد يكون عم يشتغل شيء نابع من قلبه. نعم. ويوظف كل القدرات
تبعه. خبرني شوي يعني شو التحدي بالعمل على هيك بحث، خاصة عم تقلي البداية كان بال 2012، نحن اليوم بال 2018، يعني 6 سنوات. في استمرارية للبحث وأكيد في متابعة وملاحقة بعدين لتطوير كل التفاصيل. شو التحدي اللي كان أبرز شيء واجهته؟ التحدي كان هو لما كنا عم نتعامل مع المرضى والجرحى، خصوصا من الناحية النفسية. نحن السنة الماضية نشرنا بحث عن الوضع النفسي لجرحى القنابل العنقودية، وميزنا بيناتهم بين كيف كانت حالاتهم أول يعني بعد حالات التفجير وبال 2016، وانتشر البحث السنة الماضية. فكانت مثل صعبة لقلنا أنه كعالم أنه تضل مثل objective أنت وعم تتعامل مع حالات صعبة، فهذا كان أصعب شيء التعامل مع الجرحى. نعم، وبالبحث بحد ذاته لما نحكي عن تفاصيل عن دراسات، وين كان في سهولة بالتعاطي؟ لأن احنا كمان للأسف أرض خصبة بهيدا الموضوع، يعني كان الأمر يمكن أسهل من أنه يكون بغير مكان. وبنفس الوقت كمان على صعيد التفاصيل العلمية، خليني أقول وين كان في هيك صعوبة لحتى تقدر تنجمع الأمور؟ صعوبة كمان يمكن أوقات بدها دعمالي لحتى يكون في سونداج معين، لحتى يكون في بحث ضمن إطار معين. خبرني شو صار. نحن في مركز أبحاث علم الأعصاب بالجامعة اللبنانية وفرنا الأرضية الخصبة لنقدر نقوم بهيدول الأبحاث. المركز بقلبه من أهم يعني نحن بالمركز تم استقطاب أهم العلماء ليرجعوا على لبنان كرمال يشتغلوا بهذا المركز، وبتضافر الجهود كلياتها قدرنا انه الحالات نقسمها ونقدر نعمل هيدا السكيل. فكنا مثلا بعد دراسات شامله مثلا العلاقه بالالتهابات اللي كانت عم تنجم عن القنابل الجرحى عند جرحى القنابل العنقوديه، بعد دراسات ثانيه كانت تتعلق بالمشاكل العصبيه اللي كانت عم بتكون عند جرحى القنابل العنقوديه، ودراسات اخرى العلاقه بالجسم بالاكستريميتيز بالايدين وبالاجرين. بعد كل هدول الدراسات والجروحات اللي كنا عم ندرسها بكل هدول الاقسام والاجهزه بالجسم، قدرنا ساعتها نحن نوصل لهيدا السكيل وننشره بعدين بمجلة علمية. وبعد هيدا الشيء اللي صار انه مثل اعتمد هيدا السكيل هيدا المقياس كرفرنس من قبل الاطباء بالعالم اللي كانوا عم بيواجهوا كمان مشاكل مع القنابل العنقودية، وتم استخدامه كمان كمرجع باهم المجلات العلمية مثل اللانسيت واهم المواقع الالكترونية مثل نيتشر ميدل ايست. نعم، كيف وظفتوا هيدا البحث هون على الواقع اللبناني لحتى تستفيدوا منه بالوضع المؤلم والمؤسف يلي منعاني منه، وخاصة بمنطقة الجنوب، أهلنا بالجنوب يلي عم بيعانوا من هيدا الموضوع، ومثل ما ذكرت كمان النازحين يلي عم بيتواجدوا بهالمناطق في معاناة وفي هالقد خوف من هالأمر. هيدا كيف وظفتوا على الواقع اللبناني؟ نعم، هو حاليا حسب آخر تقرير بيقول أنه 67% من الأراضي اللي كان مثل مشكوك أنه فيها ملوثة بالقنابل العنقودية تم تنظيفها. ببقي الأراضي الباقية كله هيدا بيصير بده مثل دعم إضافي، تمويل إضافي، ومثل الجهود أنه تتضافر بين الجيش اللبناني، الأمم المتحدة والهيئات الفاعلة على الأرض بقلب الكرة. وبذات الوقت هون في دور للجمعيات التي لا تبتغي الربح، الـ NGOs، أنه يساعدوا أنه نعمل توعية خصوصا للاطفال، لان اشكال القنابل العنقوديه امرار بتكون تجذب الاطفال بالوانها باشكالها مثل كانها طابه. فكان في كثير اطفال مثل عم بيقربوا على هدول الاجسام بس لانه ملفت للنظر او ملفت شكله انك تقرب عليه. فلازم يصير في مثل توعيه كمان للاشخاص اكثر شيء بالقرى، لان هن كانوا اكثر ناس عم يتضرروا من هذا الموضوع. نعم، هذا الموضوع كمان اخذته على محمل شخصي كونك من بلده مارون الراس الجنوبيه المحاذيه للحدود اللبنانيه بجنوب لبنان. قد ايه كمان هذا الامر هيك بيعني لك على صعيد الشخصي، بعيدا عن العلم وبعيدا عن الدراسه وعن التميز كمان بهذا المجال؟ نعم، نحن حبينا انه من رحم المعاناه نولد انجاز،
وهيدي طبيعة اللبنانية كلياتنا هيك، مثل طائر الفينيق لما يكون بحالة سيئة وبيرجع بعدين بينطفئ، بيجمع حاله وبينطفئ. فنحن دائما نحن بلبنان في طاقات كثيرة قادرة انه من يعني تتخطى كل الصعوبات والحالة الصعبة اللي نحن فيها، وانه تنجز وتعمل شيء يرفع اسم لبنان ويخلي الأرز تسطع بكل انحاء العالم. يعني كلام هالقد بنرفع راسنا فيه، واكيد بده يلفت انظار فوربس والعالم كله قد اليوم هيدا التحدي كمان، وخاصه انه حضرتك بعمر صغير اليوم بعمر ال 26 سنه، يعني بعد طريق كثير طويله قدامك. قد ايه كمان هيدا تحدي شخصي لك، وقد ايه هيدا بحطك قدام مسؤوليه امام نفسك اول شيء، هيدا قبل ما نحكي عن العيله، لانه كمان الوالد من فتره وكان معنا بالبرنامج، وكمان حكينا عن انجاز عالمي ايضا بهيدا الاطار هلا بنحكي عنه، ولكن أداء أنت في مسؤولية بينك وبين حالك لحتى تقول إذا أنا بلشت من مطرح ما الناس بتطمح أنها توصل، يعني شو بدك تعمل بعدين؟ أنا من أنا وصغير ربيت بعائلة أكاديمية، أمي وبي اثنيناتهم بروفيسورية بالجامعة، ومثل نحن بالعائلة كلياتنا أنه ماشيين بخطى أكاديمية إذا بدك. أنا عملت طب، وخي هلا عم يعمل طب، وأختي عم تعمل طب كمان. يعني بالعائلة نحن مثل معودين انه مثل خلص، يعني هذا سيستمنا نحن هيك مربيين انه العلم الى الاخر، ما من بنضلنا نتعلم من لما نخلق لاخر يوم بحياتنا. الله يخليكم لبعض. هذا كمان انجاز الوالد السيد يوسف فارس، يلي كمان بعالم الانجاز العلمي والطبي حقق من فتره، وانت ب 22 الشهر يعني الاسبوع الماضي بكانون الثاني تم الاعلان عن ادراج اسمك بفوربس 30 اندر 30. هيك لما تلقيت الخبر اول شغله شو عملت؟ لمين دقيت اول حدا؟ كيف تلقيت الخبر؟ خبرني. كانت الساعه 3 الصباح وانا مثل ناطر، كنت انا عارفين انه حتطلع ب 22 الشهر. نعم. بس ما قالوا لي اي ساعه. فكنت على الساعه 3 الصباح هيك قلت فايق وما عم بقدر نام، مثل موتر كثير، فقلت خليني اجرب هيك احط على جوجل شوف انه اذا طلعت او ما طلعت. كنت عم تعمل تشيكينج اونلاين. اوكي. فحطيت فورس 30 اندر 30 وعملت انتر، وفجاه لقيت انه مثل بلشوا يطلعوا بعض القوائم، فضليتني هون على اعصابي، وبس طلعت القائمه واكتشفت انه انا عليها كانت فرحه عامره جدا. يعني اكيد يعني بعتت كل بنايه كل العالم عرفت وعلى كل حال كل البلد ضج وكل الاعلام عم يحكي على كل حال دكتور جواد بهيدا الموضوع. اليوم لما نحكي عن هيك خطوه وحتى اختم معك، واتس نيكست ان شاء الله انا حابب اعمل جراحه دماغ واعصاب. نعم. فإن شاء الله بعد مسيرة طويلة، وإن شاء الله إنه مثل ما أنت حضرتك قلت إنه هذا الإنجاز هو مسؤولية، وإن شاء الله بيكون قد المسؤولية وأنت قد أكيد. شكرا لوجودك معنا، ألف مبروك إدراجك على قائمة فوربس 30 أندر 30 للعام 2018. شكرا. موفق لك بكل شيء من قلب مارون الراس. شكرا. للبنان للعالم كله دكتور جواد يوسف فارس، أهلا وسهلا فيك. شكرا بأحلى صباح شرفنا. شكرا لك ولكل المشاهدين. يا هلا مشاهدينا، نحن وياكم منتابع صباحيتنا، بريك بيفصلنا عن متابعة تفاصيل برنامجنا نو زابينج. تابعونا.